مساكم أعزائنا المشاهدين، يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من البرنامج الأضخم والأبرز نجم الإعلام. مشاهدينا، ثاني حلقة من المرحلة النصف نهائية، وكمان اليوم راح يكون فيها 10 مشتركين، وراح يصل للمرحلة النهائية 4 نجوم للإعلام. أكيد مهند المشتركين في كل اختصاص بيتبارون في المرحلة النهائية. الأول في كل اختصاص سوف يحصد 100,000 ريال سعودي، وأما الثاني فسوف يحصد على 50,000 ريال. جوائز مغرية بالفعل مجاهد، إضافة إلى الظهور. لكن مشاهدينا، في هالحلقة مثل ما تعرفون الأمور صارت أصعب بكثير من المرحلة السابقة، وراح تزداد صعوبة في المرحلة النهائية. أكيد مهند، ومرة أخرى نوجه تحية كبيرة لأعضاء لجنة الحكم اللي يتابعون معنا خطوات نجوم الإعلام المشاركين في البرنامج. البداية نبدأ طبعا مع الإعلامية القديرة في التلفزيون السعودي، الأستاذة هناء الركابي. ايضا الاعلامي الوسيم محمد الطميحي. عمدة الاعلاميين السعوديين جاسم العثمان. ايضا مع النجم الدكتور ماجد العبيد. مشاهدينا، بداية حلقتنا في الاسبوع اللي فات طبعا كان في تنافس واثارة كبيرة جدا، نتج عنها استثنائيا تأهل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية. أكيد مهند، خلنا نتابع ملخص للحلقة الماضية ثم نعود نكمل برنامج نجم الإعلام. في الحلقة الماضية أصبح فهد العويس خارج المنافسة بعد أن حسم أداؤه في معرض الفن التشكيلي رأي لجنة التحكيم. أما نواف الشهري فلم ينل إلا صوتا واحدا فقط كمقدم، وبالتالي لم يحالفه الحظ. أداء أحمد الألمعي تراجع خلال الحلقة الماضية ما أثار استياء الحكام، خصوصا أنه منافس متميز، وليثير أيضا القريحة الشعرية للدكتور ماجد. من فئة التعليق الرياضي غادر البرنامج كل من مبارك صفيان وترك القحطاني بعد أن تراجع مستواهم حسب تقييم لجنة التحكيم. انتقل المنافسة النهائية كل من عبدالله رشودي وأيمن الزهراني من فئة التقديم التلفزيوني، والطيب بكر إبراهيم من فئة التعليق الرياضي الذي تأهل بإجماع كافة الأصوات. أما عبداللطيف الدليجان بالرغم من توجيه بعض الملاحظات لأدائه إلا أنه ما زال منافسا في المرحلة النهائية. وقد استثنت اللجنة في الحلقة الماضية متشارك إضافي بدلا من 4، وهو مشاري القرني الذي كان حظه موفقا لتقارب مستوى المنافسة بين المشاركين، ليصبح عدد المتأهلين 5 أسماء من أصل 10 متسابقين. مشاهدينا، تابعنا معكم في هالتقرير أحداث الحلقة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات، وشفنا استثنائيا كيف 5 نجوم وصلوا للمرحلة النهائية. وأكيد في هالحلقة في نجوم راح يواجهون لجنة التحكيم، ونبدأ مع أول متسابق محمود الحسن. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم في كل خير، نحييكم من القناة الأولى بتلفزيون المملكة العربية السعودية، ويسرنا أن ننتقل بكم الآن إلى مراسلنا في قاعة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يتواجد هناك الزميل محمود علي الحسن للقيام بتغطية إعلامية حول فعاليات هذا المعرض. صباح الخير يا أخوي محمود. صباح النور والسرور. أنت الآن تتواجد في قاعة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية، مضبوط؟ نعم نعم. إحنا طبعا في برنامج صباح السعودية، يا ليتك تنقل لنا ماذا يدور من حولك. طبعا اليوم نحن في قاعة الفن التشكيلي، كما تواجدنا من الصباح الباكر، كان هناك طبعا تواجد كثيف من قبل الزوار، تواجد مبكر، كان من جميع أطياف المجتمع، رجال، نساء، أطفال صغار، كبار. وجدنا أن هناك إقبال شديد على هذا الفن، من غير ما كنا متوقعين هذا الإقبال الذي وجدناه اليوم. هل يوجد في المعرض أحد من الفنانين التشكيليين؟ نعم طيب. كان هناك عدد كبير من الفنانين، وهناك لوحات أيضا جميلة جدا وكثيرة من الأعمال الفنية. محمود، ما هي نسبة المشاركة في هذا المعرض من كلا الجنسين في هذا الموسم؟ طبعا النسبة كانت كبيرة جدا، طبعا كان نسبة الجانب النسائي كان أكبر
لأن طبعا المعروف أن الفن التشكيلي يميل إليها الجانب النسائي بشكل كبير جدا. هناك تواجد أيضا كبير من قبل الفنانين أنفسهم. هذا ما لدي الآن. هل وجدت بعض اللوحات معروضة للبيع؟ نعم، هناك لوحات كبيرة وهناك لوحات كثيرة معروضة للبيع بأسعار متفاوتة على حسب الجودة، على حسب الرسم. شكراً. أخ محمود، يليتك تنتقل الآن لتقديم برنامج ذاكرة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في حلقة خاصة على برنامج ذاكرة وطن. إن الاهتمام بالتاريخ هو جزء مهم من ذاكرة الوطن وتراثه، خاصة أن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم. على أرضها إرث حضاري مهم يجب علينا أن نهتم به ونحافظ عليه. مشاهدينا الكرام، سنكون سوياً في حلقة ممتعة مع المؤرخ الدكتور محمد بن سعيد الغامدي ليأخذ بنا سوياً إلى ماضي الآباء والأجداد ولننهل من تاريخ مجدنا العظيم. شكراً يا أخوي محمود، ليتك تتفضل الآن إلى المسرح. مرحبا أخ محمود. طبعا قبل شوية كنت معنا مراسل من قاعة الفنون التشكيلية، ثم قدمت لنا برنامج ذاكرة وطن. خليني أوجه لك سؤال من باب الثقافة العامة، في يوم من هذه الأيام ماذا يعني لك اليوم الوطني باختصار شديد جدا جدا؟ اليوم الوطني هو يعتبر يوم إنجاز بالنسبة للإنسان، يوم تاريخي لا ينسى، يوم بشكل عام يعتبر يوم عظيم بالنسبة للإنسان. أنا الآن أطيل عليك لأنك المقدمة اللي أنت ذكرتها قد تفي بالإجابة. أسمع رأيك أستاذة هناء من باب التقييم للأخ محمود. محمود، أدائك إلى حد ما جيد، عجبتني في التقديم أكثر مما عجبتني كمراسل. سألك سؤال واضح ومباشر وصريح، والمفروض أنت كمواطن سعودي تعطينا إجابة أقوى من كذا. أحياناً دائماً إحنا نقول إيش، إنه في أشياء ما يبغالها إجابة، يعني صحيح. أكيد حب الوطن هذا شيء بديهي، ولكن مفروض منك كشاب سعودي إنك برضو تعطي إجابة أكثر تعبيراً. أتمنى لك التوفيق. أستاذ محمد. محمود، هي ملاحظة دائما أنا أقولها للإخوة المراسلين أحيانا أو حتى على التلفزيون المقدمين، عندما تشعر بما يضايقك ربما لو اشتعلت نار من تحتك، حاول بقدر المستطاع أن تخفي ذلك على السادة المشاهدين. صحيح. بعدين لما نخلص شغل نتحاسب، نقعد مع بعض نتفاهم وين المشكلة، ولكن من حق المشاهد أن يحصل على أداء جيد وصورة جيدة. فأتمنى منك أنك تنتبه لهذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله إذا اشتغلت في المجال الإعلامي. بالنسبة للتقديم، تقديمك جيد، تحتاج فقط بعض التدريب البسيط لكي تكون كما تريد وكما نريد نحن أيضا. دكتور، لم يغب تميزك، لكنك كمراسل كنت في عندك ركاكة، كنت ركيك الحقيقة، ما كنت متمكن، يعني الثقة دائما تصل للطرف الآخر بشكل واضح. المسألة الثانية أنت كمذيع كنت جيد، لكن صراحة ما أشعرتني بالفرق بين السرد والإبلاغ عندك، فحسيت بعض الأحيان أنه عندك معلومات تبغى تبلغ عنها وعندك أحيانا كلمات تبغى تقولها. إجابتك على سؤال الأستاذ جاسم ما كانت موفقة، لأنه أحيانا يكون المذيع مع ضيف غير قادر على الحديث ويكون متورط، ما لم يكن عنده أدوات السيطرة على الحوار، بحيث أنه أنت تترك الحبل للمتحدث إذا كان جيد ومتمكن، بحيث أنه أنت تأخذ الحوار، بحيث أنه أنت تقدر تسيطر على الوضع إذا كان غير متمكن. كل هذه الأشياء من الأشياء المهمة. على كل حال لا شك أنه أنت جيد ومتميز، لكن في نهاية الحلقة حنشوف إلى ماذا سنصل معا. شكرا. محمود، الارتجال مطلب أساسي في كثير من المناسبات. صحيح.
ولهذا أنا وجدتك أنك في الارتجال قد كنت شوية مرتبك وكنت مبدع جدا في تقديمك في البرنامج. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في نهاية الحلقة. شكرا. عفوا. المتسابق وراء عالم. مرحبا أخ براء، يا ليتك تعطيني بإيجاز سريع جدا براء، وانت الآن أشوف من خلفك الحركة المرورية بمناسبة الحملة، حملة يعطيك خيرها. أعطيني أي تعليق سريع من عندك بسرعة. بالفعل عزيزي جاسم، أنا الآن وسط الأرض التي ستفتتح منها الحملة، حملة يعطيك خيرها، وفيات، إعاقات مستديمة، خسائر بشرية واقتصادية يتسبب في وجود هذه الحملة. أنا ألاحظ أنه في تقطيع في الصوت، لكن أنا سامع صوتك. سامع صوتي أنت؟ أيوه صوتك واضح أستاذ جاسم، أهلا وسهلا. طيب الموقع اللي أنت فيه الآن، هل يوجد هناك كاميرات صاهر أو لا على الطريق العام؟ والله متواجد لكن بشكل قريب من هنا، ليس موقع بالضبط الحالي اللي أقف فيه. هل استفاد المواطنون من هذه التنظيمات الجديدة فيما يتعلق بوجود كاميرات صاهر في الطرق والشوارع؟ نعم نعم، أكيد كان لها تأثير كبير جدا، بحكم أنها ستحد من السرعة التي يسرع بها سائقي السيارات، وستجعل الحد ومستوى معدل أقل بالنسبة للسائقين. نظرا لانقطاع الصوت أو تقطيع الصوت أو تقطع الصوت، أتمنى منك الانتقال الآن لتقديم الموجز الرياضي لو سمحت. حاضر أستاذ ياسر، أهلا وسهلا. الأخبار نشوفك الآن في الفقرة الثانية، تقدم لنا الموجز الرياضي، تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا متابعي الأولى في كل مكان. جولة ثانية غريبة، الماتادور الأسباني يسقط أمام قوة الشباب لتشيلي، وأستراليا تسلمها لمتصدر المجموعة هولندا، والروس والكوريون أخطاء دفاعية جددت الأمل للجزائريين بالتأهل للدور الثاني. أخبار، نتائج، تحاليل وأكثر معي هنا براء عالم في الموجز الرياضي. شكرا، يا ليتك تجي المسرح، مسرح النجم العام. مرحبا أخ براء، طبعا أنت قدمت قبل شوي مراسل من أحد الطرق الرئيسية في الرياض، ثم انتقلت للاستوديو لتقديم الموجز الرياضي، لكن أعتقد أن الدكتور ماجد عنده سؤال في الثقافة العامة، تفضل دكتور. براء، بس أنا أبغى أعرف إلى أي حد ترى أنه يجب أن يكون الشخص الإعلامي على اتصال بما حوله من أحداث؟ هل يجب أن يكون متخصص أو من المفروض أن يكون على اطلاع عام؟ على حسب البرنامج أو على حسب المادة اللي يقدمها الإعلامي، ممكن إذا كانت المادة يعني مادة متخصصة يتخصص فيها فيقدمها، بس إذا كان مثلا مقدم أخبار أو مقدم لبرامج عامة منوعة، يجب أن على الإعلامي أن يكون على اطلاع أو أن يكون على ثقافة عامة في جميع البرامج والمنوعة. يعني مثلا لو أنت تقدم برنامج غنائي، هل ترى أنه يجب أن يكون اطلاعك على بس الجوانب اللي لها علاقة بمثل هذه البرامج؟ لا طبعا، لازم يكون فيه كمان اطلاع فني بشكل عام. إذا أنا بقدم غناء، الغناء يعتبر من النوع الفني، يكون عندي اطلاع فني عن الغناء، الموسيقى، التمثيل، عشان أقدم المادة اللي أنا أقدمها وأحاول أأطر المادة من جميع النواحي. إلى أي حد ترى أنه فيه ترابط أو ارتباط بين أي جانب عام وبين تفاصيل جوانب أخرى؟ بمعنى أنه قد يكون مثلا للرياضة أبعاد سياسية، قد صحيح. يكون صحيح. أرى أنه حينما أكون أنا عن نفسي كإعلامي أقف لتقديم مادة معينة، أحب أن أكون ملم بجميع المجالات المرتبطة بهذا الجانب اللي أنا أقدمه. زي ما تفضلت، الجانب الرياضي ممكن يكون له جوانب سياسية متعلقة فيه، أحب أن أكون مطلع بها عشان أقدم للمستمع فكرة كاملة. نحن كإعلاميون هدفنا توصيل الحقيقة، فأنا أوصل الحقيقة بجميع أجزائها. شكرا شكرا. أسمع تقييمك أستاذة هنا. براء، ما شاء الله عليك، أنت يعني عندك مواصفات النجم أو مواصفات المذيع المفروض من حيث المقومات، ولكن أهم حاجة عند المذيع هي طبعا المهارة.
صح؟ والثقافة صح. فأنا اليوم شفت الأداء ينقص شوية مهارة، ولكن أدوات الأخرى كلها موجودة. أتمنى لك التوفيق. أستاذ محمد براء، حسيتك أنك تقرأ قصيدة بالفصحى في مسرح، يديك رايحة وأقدمها لكم أنا وكأنك يعني ما شاء الله في ساحة معركة وأداء انفعالي لا يتلائم مع الإمكانيات التي تمتلكها وتمتلكها أنت والتي رأيناها في الفترات السابقة. تقييمك دكتور؟ والله هو جيد، لكن مثل ما تفضل أخونا الأستاذ محمد الأداء الانفعالي عندك عالي، استخدامك ليدك يذهب التركيز عنك بس، لكن لا شك أنه أنت ما شاء الله عندك حضور ممتاز وعندك كاريزما ممتازة. شكرا شكرا بارك الله فيك. تقييمي راح تسمع إن شاء الله بنهاية الحلقة. شكرا. ملاحظة بسيطة، أنا تربيت في أجواء شعرية وقصائدية، أبي شاعر، فحركة يدي بالذات ما أقدر أسيطر عليها، قاعد أحاول قدر الإمكان أني أسيطر عليها. يعطيكم ألف عافية على تقييم. كل التوفيق. شكرا موفق إن شاء الله. المتسابق التالي بدر الخليوي. بدر، يا ليتك تحدثنا عن مشروع خادم الحرمين الشريفين للنقل العام وأنت من موقع الحدث. نعم أستاذ جاسم، مع مؤشرات تقدر تصاعد عدد سكان مدينة الرياض من 6 ملايين إلى 8.5 مليون خلال 10 سنوات القادمة، كان لزاماً إيجاد بعض الحلول لتفادي الازدحام في الطرقات المرورية. من هنا جاءت فكرة إنشاء مشروع قطار الرياض الكهربائي والمسمى بمترو الرياض، مشروع بلغت تكلفته قرابة 22 مليار. فكرة هذا المشروع باختصار أستاذ جاسم هو إنشاء 6 سكك حديدية تسير عليها قطارات بدون سائق. هذا المشروع أستاذ جاسم بإمكانه تخفيض عدد ازدحام السيارات ويقتصد علينا بما يقدر ب240 ألف مركبة في اليوم، بطاقة استيعابية قدرها 1 مليون راكب يوميا، ترتفع حتى تصل إلى 3 ملايين راكب في 10 سنوات القادمة. طيب، ما هي الانطباعات عند المسؤولين اللي جالسين الآن معاك أو في نفس الموقع؟ هل هم متفائلين فعلا أن هذا المشروع سوف يخفف من الزحمة المرورية؟ المسؤولون يسابقون الزمن ويعدون الدقائق والثواني لكي يفتتحوا هذا المشروع والمزمع افتتاحه في عام 2018. كلنا آمال أن يستطيع هذا المشروع أن يقي شبابنا شر حوادث الطرقات. بارك الله فيك. ممكن تنتقل الآن إلى الاستوديو لتقديم برنامج عالم السيارات. شكرا جزيلا. مرحبا أخ بدر، سامع صوتي الحين؟ واضح أستاذ جاسم. يلا حبيبي قدم لنا عالم السيارات. أينما كنتم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي عالم السيارات، البرنامج الذي يطلعكم على كل ما هو جديد في عالم السيارات من جميع أنحاء العالم، البرنامج الذي يكشف لكم عيوب ومميزات أهم السيارات السريعة. في برنامجنا سنغوص معكم في مختلف أجزاء السيارات من المحرك إلى الإطار، تقارير كثيرة، تقارير شيقة بانتظاركم في هذا البرنامج. أولى تقاريرنا من إعداد الزميل مهند أبو عبيد، وهو تقرير إنساني أكثر منه تقني يختص بقائد. شكرا أخ بدر، يا ليتك تتقدم إلى مسرح نجم الإعلام. شكرا. تفضل. يعطيك العافية أخ بدر. الحقيقة عندي الأستاذ محمد عنده سؤال في الثقافة العامة، وهذا من ضمن العوامل للوصول للمرحلة النهائية. أستاذ محمد، شوف بدر، أنا عندي لك سؤال واحد وما راح أكرره، وأتمنى أني أسمع إجابة تكون كافية وشافية من أجل أني ما أكرر أكثر من سؤال. بدر، سؤالي هو لكل إعلامي رسالة، لو أصبحت يوم من الأيام إعلامي، ما هي الرسالة التي تود إيصالها للمشاهدين؟ مجتمع واحد من جميع الطبقات، من جميع الألوان، من جميع الأجناس، من جميع الفئات، نحب هذا الوطن ونسعى لتطويره، هذه رسالتي.
طيب كلام له، بس هو صراحة هذا كلام جميل ويستحق التصفيق، ولكن كيف؟ في بالي برامج من شأنها بإذن الله أن تزيد من اللحمة وألفة وترابط الشباب وكبار السن، الفتيات وكبيرات السن، المجتمع شماله بجنوبه شرقه بغربه، يجب أن نتكلم بمختلف اللهجات لكن بقلب واحد. هذا الكلام الذي يستحق التصفيق. ما شاء الله بدر، تعديت المراحل الثلاث، المراسل والتقديم والثقافة العامة. أسمع رأي الدكتور ماجد، تقييمك دكتور. كمراسل كنت كثير الحركة، يتأذى الذي يتابعك مثل ما أنت الآن قاعد تتحرك، وهذا طبعا مع القلق من المنتظر أن يكون، لكن يجب أن يكون السيطرة عندك أكثر. كمذيع أنا أرى أن أدائك كان جيد، حضورك كان جيد، ولكن قدرتك على المنافسة ستتوقف على قدرة الآخرين على منافستك. أستاذ هنا. أنا بدر من البداية رأيي ما تغير فيه، أنا شايفة فيه مواصفات نجومية قادمة بقوة. اليوم أضف لي حاجة كثير مهمة وكثير أنا فخورة فيها، أنه رجل صاحب رسالة وصاحب هدف، أنا أحييك. أستاذ الأخ محمد. طبعاً أنا أعطيتك سؤالي وراح أعطيك تقييمي. منذ البداية أنا شايف فيك شيء، ولذلك على مر المراحل الماضية أنا أعطيتك صوتي أكثر من مرة. كنت أتمنى منك أكثر تفاعلاً، أتمنى تعابير وجهك تبان مثل ما كنت مبسوط قبل شوي من الأستاذة هناء وهي تمدح أدائك وحضورك ورسالتك. أتمنى هذه التعابير تبان على المشاهد، لأن للمشاهد، لأن المشاهد يبتسم ويزعل ويضحك ويتحرك وليس إنسان جامد مثل ما كنت قبل قليل في التقديم وكذلك عند الرسالة الميدانية. بدر، أنت اختلفت تماماً عن المرحلة الماضية إلى الأفضل، لكن هل ستكون أفضل في الختام؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. والمسابقة التالية من جدة في فئة التقديم، لما سلطان. لما إبراهيم سلطان، جاهزة؟ إن شاء الله بإذن الله. يلا، أنت الآن في المطبخ، عطينا وش بتقدمين لنا اليوم؟ شو بتقدمين لنا؟ شكراً للزميل جاسم، هذه لمى سلطان تحييكم من قلب الحدث في حملة غذائي دوائي، وبالتحديد في مطبخ ركن الشيف. ودعونا نرحب معاً مع الشيف موفق. أهلاً وسهلاً بك شيف. أهلاً وسهلاً فيك. حدثنا عن مشاركتك في هذه الحملة. نحن مشاركين عن طريق الطبخ وتقديم الأطباق الصحي والغذاء الصحي وتعريف الزوار كيفية طبخ الصحي. جميل جدا. شيف موفق، كيف يمكن للشيف أن يكون له دور فعال في تصحيح العادات الغذائية الخاطئة تحديدا في المجتمع؟ أولا الشيف له دور كبير، بس الدور الأكبر بيرجع للفرد نفسه والشخص نفسه، كيفية اختيار الغذاء الصحي وطريقة الطهو الصحي. فكيف كان تفاعل الجمهور معك في هذه النصائح المقدمة من قبلك؟ من خلال مشاهدتنا للجمهور وللزوار المعرض، يعني شفنا أنه في آراء كتير أنه متفاعل جيد جدا مع الغذاء الصحي وكيفية الطهو الصحي وكيفية اختيار المواد الصحية والغذاء الصحي. جميل جدا، شكرا لك شيف موفق. دعونا نعود إلى الاستوديو مع زميلنا جاسم. سأكتفي بالأسئلة اللي أنت وجهتيها لما للشيف، وأطلب منك الآن لو سمحت التوجه إلى الاستوديو الآخر لتقديم الصحافة. شكرا أليه. لكم. تفضل يا أخت لما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في برنامج الصحافة اليوم. نبدأها بأهم العناوين في جريدة الاقتصادية. شركة أبل تطرح نسخة أرخص من الكمبيوتر آي ماك. وفي جريدة عكاظ
جامعة الإمام تعلن إجراءات القبول الإلكتروني، وأيضاً في جريدة الجزيرة في مكة اعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية، وإلى آخر الأخبار التي اخترناها لكم في مطالعة الصحف لهذا اليوم في جريدة الرياض. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ينفي وجود شكراً أي شكراً أخطاء. شكراً لكم. شكراً أخت لمى. يا ليتك تجي معنا على المسرح. مرحبا أخت لمى، يا هلا بيك. أهلا. خليني أسمع رأي الأخت هناء، تقييمك. والله يا لما أنت ما شاء الله تبارك الرحمن وجه جميل جدا، وربي حباكي بطبقة صوت رائعة، حرام تضيعي هذه النعم بهذا الأداء الضعيف جدا. يعني أنت اليوم كنت أقرب إلى التمثيل، كأنك تلقي إلقاء مسرحي. فحتى التقديم برنامج صحافة المفروض فيه خفة، فيه سرعة، فيه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. حرام، أنا حزينة من جد، أنا حزينة لأنك أنت خسارة أنه يكون أدائك بهذا المستوى. أتمنى لك التوفيق. أستاذ محمد، لما قبل ما أسألك أو أعطيك رأيي في أدائك، كان لابد أن نسألك سؤال ثقافي لمعرفة مدى مقدرتك الثقافية. تعرفين مدينة الدرعية؟ وين تقع مدينة الدرعية؟ المملكة العربية السعودية. أوه، هذا إجابة والسؤال عام، لكن السؤال كان خاص، أين تقع تحديد؟ المنطقة الوسطى. طيب، على العموم راح نمشيها لك. الدرعية جنبنا هنا، هي جنب مدينة الرياض، وأصبحت ربما جزء من مدينة الرياض الآن، وهي العاصمة الأولى للدولة السعودية. ولكن صدقيني ما كان هذا السؤال. سؤالي صعب شوي. مدينة الدرعية أيضا مشهورة بزراعة النخيل، كم نخلة في مدينة الدرعية؟ الله أعلم، لأنه كل مرة ممكن بتيجي نخلات أكثر، ومستحيل حنعرف عددها التقريب. طيب، على العموم هذا كان سؤال افتراضي لمعرفة مدى ثقافتك، وما أعتقد أحد يجزم أو يستطيع إنه يقول كم عدد النخيل. فممكن تقولي 5000، 10000، 20000، 25000، وما حد يقدر يقول لك لا. بس مو يعني ما أتوقع إنه كنت حكذب أو أقول شيء لا. طيب، هذا فيما يتعلق بالسؤال. وعلى العموم أنت تجاوزت السؤال هذا، خليني أعطيك رأيي في أدائك. زي ما ذكرت الأستاذة هناء، بقدرة قادر المارد اللي كنا نحاول نطلعه فيه خلال المراحل السابقة، اللي هو الأداء القوي والحضور القوي، فجأة طلع في الأستاذ جاسم المسكين. فجأة يعني لما انتقل لك بديت أهلا بكم يعني تخوفي، وبعدين صرتي تتحدثي بلغة عربية فصيحة جدا جدا مع شخص يتحدث بلهجة عربية أخرى، فأصبح بينك وبينه فارق كبير. أحياناً لابد أن تتبسطي في الحديث مع الشخص اللي معك، سواء كان رجل كبير في السن، امرأة. أحياناً لا يستطيع كل شخص أن يتحدث بنفس أسلوبك. شيء آخر، عندما لا تحفظ الأسئلة حاولي على الأقل أن تضع الورقة أمامك. من غير لائق جداً أنك تقولي طيب شف وطالعي على الورقة اللي جنبك. لحظة من لحظات حسيت أني أنا ضيعت لمى اللي أنا أؤمن بموهبتها، بس لما رجعتي في التقديم إلى حد ما رجعتي إلى مسارك الصحيح. أنا أشوف فيك مقدمة، ولكن لا أرى فيك مراسلة. شكرا. دكتور، إحنا يعني نؤمن دائما أن كل مراسل جيد هو مذيع جيد، ولم نختلف إطلاقا في كل المراحل اللي مرت على أنه أنت إنسانة عندك شيء متميز. أنا رأيتك متحدثة ضعيفة ومحاورة جيدة لما تحدثتي وقدمتي، والآن غير لما التفتتي للضيف وبدأتي تتحاورين مع الضيف. إن
كنت ماني سامع في صدى صوتي طول الوقت فشوية يعني المشاهد كان. المشاهد لا يدرك هذا ولا نريد أن يدرك هذا، لأنه مصيبة إذا إحنا أظهرنا عيوبنا أمام المشاهد، يجب أنه إحنا نغطي عيوبنا أمام بعض. على كل حال إحنا ما نعرف إيش اللي ممكن يعني يكون في نهاية الحلقة، هذا لا يعني أنه إحنا جزمنا بوجودك أو بخروجك. في نهاية الحلقة إن شاء الله نسمع. لما في مسألة التقييم العام، الآراء الذين طرحوها الإخوان الحقيقة في مكانها ومنطقية جدا جدا، هذا لا يقلل من جانب قوي جدا في داخل شد تبين تنمينا، وأتمنى مع الوقت تطلعين عليها. أيضا أنا أشكر مجيئك من جدة وأشكر مرافقة والدتي جلت، يعني هذا دافع قوي أنك تستمرين معنا طيلة هذه الأيام. المتسابق التالي محمد العمري. محمد جاهز؟ بسم الله. جاهز. طيب محمد، أنت تقف الآن في أحد معارض السيارات بالرياض، يا ليتك يا محمد حدثنا عن المكان اللي أنت فيه والمشاكل التي تواجه كثير من البائعين. مساء الخير لك زميلي جاسم وللمشاهدين الكرام. نعم أنا أقف الآن في أحد معارض الرياض لبيع السيارات ولتسليط الضوء والحديث أكثر، يسرني أن ينضم معي أحد ملاك معارض السيارات. نتعرف عليك. عثمان برناوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عثمان. أبدأ سؤالي معك بمدى الإقبال على شراء السيارات في هذا الوقت. والله في الحقيقة الإقبال زايد بالنسبة للفترة الماضية، تلقى في بيت واحد تلقى 3-4 سيارات، ممكن أحيانا يمتلك السيارات 3-4 شخص واحد، فالإقبال كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله. طيب أستاذي، في سؤال مهم يهم كل المشترين وهو عن الأسعار، كيف هي الأسعار الآن مقارنة بأوقات ماضية؟ مقارنة بالوقت السابق في الحقيقة الآن الأسعار مرتفعة أكثر، بس لا تنسى أن الحين يعني العالم كله الأسعار طالعة فوق يعني، لكن نحاول إن شاء الله أنه المفروض يعني يكون الأسعار متوسطة، لا فوق ولا تحت، يعني ما بين وبين هي الأفضل، لكن الأسعار صراحة مرتفعة فعلا. جميل. يبدي الكثير من المشترين قلق حول شراء سيارة من المعارض وخصوصا المستعمل منها، كيف يمكن للمشتري أن يتأكد من صلاحية السيارة أو يتأكد من أنها لا تخلو من أي عيب؟ ولو رجعت قبل 30-40 سنة وراء تلقى مثلا واحد يشتري السيارة من جاره، يعني يعرف السيارة ويشوفها كل يوم. شكراً محمد. مش كان في كمبيوتر. شكراً محمد. يا ليتك محمد تنتقل للاستوديو تقدم لنا برنامج ذاكرة الفن لو سمحت. المتسابق محمد العمري وذاكرة الفن، تفضل. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي ذاكرة الفن، البرنامج الذي يعود بكم إلى حقبة زمنية جميلة من تاريخ الفن السعودي. سنسلط الضوء على كل ما يتعلق بالفن في ذلك الزمان، وننقل لكم الصورة عما كان عليه رواد الفن في أوقاتهم، وكل ما قدموه من أعمال خالدة حفرت في ذاكرة التاريخ. سنطلعكم على حياتهم الخاصة وكل العقبات والتحديات التي جعلت منهم رواداً في زمانهم. أتمنى أن تقضوا وقتاً ممتعاً معنا، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. شكراً محمد. شكراً، بارك الله فيك. يليق تجينا هنا على المسرح. وسهلا أخوي محمد. أهلا فيك. طبعا بما أن المسألة قبل قليل كانت ذاكرة الفن، أوجه لك سؤال في الثقافة العامة، من هو كاتب النشيد الوطني السعودي؟ والله اسمه كان حاضر في ذاكرتي، لكن إذا ما كنت مخطئ أعتقد أن آخر اسمه خواجة. مين؟ الاسم الأول خواجة. خواجة؟ أو خفاجة. أي الاسم الأول نسيته والله. خفاجي. تركي خفاجي أو. لا هو مو تركي، هو خفاج. هو خفاج بس مو تركي خفاج. صحيح. هو الأستاذ إبراهيم. إبراهيم خفاج. خفاج. صحيح. طيب.
أستاذ هنا تعطيني تقييمك. محمد، يعني أنا اليوم كنت حابة أشوف أداء أفضل من اللي أنا شفته. أنت كمراسل كنت جيد إلى حد ما، ولكن في أدائك كمقدم برامج أنت تقدم برنامج ذاكرة الفن، ودائما الأشياء اللي فيها فن بيكون فيها جمال، بيكون فيها شوية حيوية، فكنت أتوقع أنه يعني تعبير وجهك تكون يعني مرتاحة أكثر، أساريرك منفرجة أكثر، وحتى اللغة كنت جاف جدا. يعني هذا ما هو برنامج سياسي أو اقتصادي، هذا برنامج فني، فنحاول إحنا اللغة أكيد لازم تكون سليمة وأكيد لازم تكون صحيحة، نعطي انطباع للمشاهد أنه إحنا قاعدين نقدم برنامج فني. أتمنى لك التوفيق. شكرا محمد. بغض النظر عن تجربتك كمراسل، تجربتك عندما أديت دور المقدم، أنا نفسي أفهم بس ليش كنت ماسك يدك وشاد على يدك وأنا لازم أخلص الكلام اللي أنا كنت حافظه بدون أي غلط وكأنك تسمع يعني؟ لا، هو المسألة لازم تكون مرتاح أكثر ويدك تكون في صالحك ما تكون في ضدك، لكن أنا بالنسبة لي أنت إنسان متميز. شكرا لك. دكتور تسمح لي أقسو عليك؟ تفضل. وأنت لا تشك أنها قسوة محب. صحيح. كنت ضعيف، ضعفا مقبولا، يعني أنت اللي مثلا إذا انزنقت القناة ممكن تلجأ إلى وجوده، لكن أن تبحث عنك القناة في ظل هذا الأداء ما أعتقد. كمذيع، كمراسل، دائما احنا نرى أن المذيع والمراسل يعني من المفترض فيه أن يكون عنده القدرة على قيادة الضيف، على لفت الضيف، على أنه إذا التفت الضيف عن الكاميرا هو يأخذ الضيف بحيث أنه يكون الضيف مواجه الكاميرا، أما أن يكون المراسل نفسه ناسي أساساً أنه في كاميرا فهذه مشكلة. أنا كنت أتابعك في مقابلتك كمراسل، لم تلتفت إلى الكاميرا، لم تعير الكاميرا أي انتباه، لم تحاول لا أنت ولا حتى تحث الضيف على أن يكونون مركزين أنه في كاميرا أساساً. هذه بس ملاحظتي، أتمنى لك التوفيق. شكرا. محمد، إن كان عندك شوية ضعف في التواصل بينك وبين السادة المشاهدين أو حتى اللي يقيمونك في الوقت الحاضر، لكن طبعا خلف الكاميرا لجنة التحكيم يعني تشوفك من خلال الشاشة، التواصل مطلب أساسي جدا جدا في لفت انتباه المشاهد. المشاهد لم يعد ذلك المشاهد في السابق الذي لا يشاهد إلا قناة واحدة ومذيع واحد أو مجموعة مذيعين، الآن يشاهد مئات القنوات وتشكيلة مختلفة من المذيعين من مختلف الجنسيات والأجناس. أتمنى لك التوفيق. شكرا لكم. شكرا. المتسابق التالي عبد المجيد بامنيف. عبد المجيد، أنت معنا الآن من جامعة الدول العربية بالقاهرة حيث يعقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب. نحن اليوم في جدة في منظمة التعاون الإسلامي لحضور الاجتماع الوزاري لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت له منظمة التعاون الإسلامي. نعم. طيب، أعطينا أجواء المؤتمر اللي عندك، ما الذي يدور الآن في قاعة المؤتمرات؟ طبعا زميلي جاسم، الاجتماع يقام على هامش دعوة منظمة التعاون الإسلامي بحث الأوضاع الخطيرة في العراق. قبل قليل بدأت الجلسة الأولى للاجتماعات الوزراء الخارجية، نلاحظ غياب مقاعد بعض الوزراء وبعض الدول العربية. هل تتوقع صدور بعض القرارات التي قد يختلف عليها المشاركين في المؤتمر؟ قد يتفق معك زميلي جاسم، بعض المحللين السياسيين الذين يقولوا أن 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 الاجتماع سيثري، الوزراء سيثرون الاجتماع بأطروحاتهم وستكون هناك قرارات ستصب إن شاء الله في صالح المنطقة. طيب، أنا لا أريد أن أستمر لأنه نظرا لرداءة الصوت عندك أتمنى أن تنتقل معنا الآن إلى داخل الاستوديو. نعم، شكرا. وتكمل المشوار معنا. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. تفضل، عطنا برنامجك يا أخوي عبد المجيد، تفضل.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تقنيات، والتي سنخصصها لعالم الاتصالات الحديثة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. كل مرحلة تطور في الاتصالات تعني ظهور تحولات جذرية في حياتنا العملية. في هذه الحلقة ستتابعون مشاهدينا الكرام عام 2020، مرحلة مفصلية لحياة شبكات الاتصال الاجتماعي، وقريبا تنزيل 10 أفلام سينمائية في ثانية واحدة. تقنيات 5G تدخل في سباق مع الزمن وتحاول كسب صداقات البيئة. تبادل المعلومات من جهاز لجهاز بدون مشاركة الإنسان، كانت هذه أبرز العناوين التي سنتداولها في حلقتنا لهذا المساء. فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام. شكرا. تفضل أخوي عبد المجيد، تفضل عندنا في الاستوديو. اهلا يا اخوي عبد المجيد. طبعا الان لحظه حاسمه بالنسبه لك، لكن عموما في سؤال اعتقد عند الاستاذه هناء تبغى توجهه لك. اهلا وسهلا عبد المجيد. أهلا. طبعا في هذه المرحله احنا بنطرح سؤال في الثقافه العامه على المتسابق حتى نقيم مدى ثقافته. بما انك كنت مراسلنا اليوم من مقر جامعه الدول العربيه بالقاهره، من هو الامين الحالي لجامعه الدول العربيه؟ الأمين لجامعة الدول العربية، أنا يحضرني اسمه وشاركت في إعداد المادة، لكن قد لا يحضرني اسمه الآن وفي هذه اللحظة الحاسمة، لكن أنا موقن تماما أنه أثناء الحديث راح يجيني، اللي هو الأستاذ نبيل. الأستاذ نبيل. نعم، نبيل مين؟ جامعة الدول العربية. نبيل تبغى اتصال العربي. نبيل. أيوة. العربي. نعم. أحسن. الأستاذ نبيل العربي. نبيل العربي. نعم. شكرا. المفروض أنك تكون يعني عارف اسم شخصية مؤثرة، وخصوصا في خضم الأحداث على الساحة العربية ودور جامعة الدول العربية. حأتكلم عن أدائك. لديك خامة صوت ما شاء الله تبارك الرحمن مقارنة بسنك. أتمنى إن شاء الله أنه دايماً أنا الشخص اللي أقول أنه ربي يعطي أدوات، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. المفروض خلاص هذه أنا موجودة عندي، أبدأ أشتغل على الأشياء الثانية، صح؟ يعني المهارة هذه من الله سبحانه وتعالى، فأطور نفسي. أنا ما أعتمد أنه أنا صوتي جميل، صوتي رخيم حيشد المشاهد، صوتي بعد كذا المشاهد بيعتاد على الشكل الجميل، بيعتاد على الصوت الجميل، يبحث دائماً عن الأشياء الأخرى الموجودة في المقدم. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وأتمنى أنك فعلاً تنافس. شكراً. موضوع المراسل، كنت تجيب إجابات قصيرة جداً لكي تتفادى الغلط والخطأ، وهذا أيضاً أوقعك في خطأ أنه إجاباتك كانت قصيرة. كمقدم ما أدري إذا انتبهت أو السادة المشاهدين انتبهوا لأدائك، كنت عندما تريد التأكيد على بعض الكلمات تعطيها سحبة، تقول مثلا الحديثة، جذرية، مفصلية، فما يحتاج التأكيد لهذه الدرجة. وحاول أيضا أنك ما تأكد بيدك، هذا مرد للارتباك، ولكن صوتك رائع سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. وأنا أقدر عاليا الخامات المتميزة، وأنت خامتك متميزة، يعطيك العافية. دكتور عبد المجيد، تبغى تسمع رأيي فيك الأول كمراسل ولا كمذيع؟ اللي تحبه يا سيدي. إلى أي حد عندك استعداد لتقبل الهجوم؟ أعتقد في التقديم، لأنه أنا مقدم تقديم. طيب، لو قدر لك وقدمت برنامج عن المقناص وكانت الكاميرا في صندوق الونيت، ستؤدي بنفس الشكل في نفس المطبات حقت المقناص، لأنه أنت قاعد تتكلم وأنت قاعد تسوي كذا، عندك حالة من التوتر طالع جاي. أنا شخصيا قاعد أقول إيش الموضوع. اثنين، لما جيت كمراسل استخدمت بعض الحروف اللي مخارجها كثير اقليميه، يعني مثلا الخارج وقد كانت الخارجيه، يعني كانت واضحه تبدو بين الكلمات بشكل اكثر.
ما رأيتك متمكن بالشكل اللي احنا كنا ننتظره منك؟ طبعا لا شك انه انت جيد، لا شك انه انت متميز، لكن هذا هذه الجودة وهذا التميز كان يجعلنا ننتظر منك اكثر. انا اظن انه انت رجل محظوظ جدا انه مستوى المشاركين معك في هذه الحلقة ليس بهذا الحجم من التميز. هذا اللي انا اظنه سبب وحيد ممكن يخليك تنتقل لو انتقلت معنا للمرحلة القادمة. واشك والله يا أخوي عبد المجيد، الحقيقة كل ما ذكروه الإخوان كلام سليم ومنطقي وأبصم عليه بالعشرة. حاجة واحدة قد تميزك في حلقة هذا الأسبوع والتي قد تؤهلك للمرحلة الختامية، سمعت أغنية محمد عبده اللي هي صوتك يناديني، تذكر اجدار من طين وحصير عند الغدير وانهبت النسمة تكسر. يعني فعلا صوتك حلو، الله يخليك. مع هبة الغدير، مع هبة الرياح عند الغدير من الطبيعي بيتكسر. طبعا هذا تصور شاعري جميل جدا جدا جدا. تقدر تقول لي مين اللي قال الكلمات هذه؟ من كاتبها؟ من أصاغها؟ لحنها غناها محمد عبده، بس من كتبها؟ بدر بن عبد المحسن. برافو عليك، برافو عليك. شكرا. شكرا. اشكر عبد المحسن. شكرا. شكرا. التالي المتسابق احمد القرني. اهلا وسهلا يا احمد. اهلا فيك أحمد. طبعاً تعرف أنه هذه المرحلة حاسمة جداً. أتمنى إن شاء الله أنه يكون أداءك اليوم كمعلق رياضي حاسم ويقدر ينقلك معنا للمرحلة النهائية بإذن الله. إن شاء الله. المباراة الآن اللي حنشاهدها طبعاً من غير أي تعليق، فقط بصوت المعلق أحمد القرني. إن شاء جاهز؟ الله بإذن الله. تفضل. كرة ملعوبة، هذا المدرب عمار السويح يطالع لفريقه في هذه المباراة. مباراة جميلة جدا. الشباب في مقابلة آسيوية يريد أن ينتصر ويضع بسمة. شوف حسن معاذ يلعب كرة. لا 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 يا حسن يا معاذ، كرة ما كانت بالحسبان. شوف يا حبيبي، كرة لا لا لا، عادت الكرة من جديد. هذه محاولة ممتاز في المراوغة، يمر من الأول يلعب كرة. يا 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 يا، الهدف الثاني. يضرب في الدقيقة 11. الجزيرة لا يرحم في هذه المباراة، يريد الانتصار، بينما الشباب يناظر. شوف الشباب يعاني في هذه المباراة، بينما المدرب زنقا يناظر فريقه متأهلا في هذه المباراة. يا الشباب ما كانت. شوف عدوا من الأول، عدوا من الثاني، ممتاز، لعبها بشكل سليم، حطها على يمين وليد عبد الله. لا 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 لا، مش ممكن. شوف الأسطى، غطي الأسطى، ما جات على طول. حط اللاعب لا يرحم، لاعب الجزيرة الإماراتي. كرة ملعوبة على طول، ممتازة، يناول كرة جميلة جدا، يحاول مهند عسيري. شكرا. الله، جول. شكرا. تفضل أحمد. أحمد، فاكر هالمباراة اللي علقت عليها؟ والله ما متذكر يعني، بس أعتقد الجزيرة الإماراتي والشباب. الجزيرة الإماراتي والشباب. أي نعم. طيب نأخذ عند سؤال ونسألك، كم مرة فريق الشباب قدر إنه يفوز في البطولات المحلية؟ عندك فكرة؟ والله بما أني نصراوي ما أدري عن الشباب، أنا ما أتابع بس النصر صراحة من الدوري السعودي.
ولكن الشباب يعني معروف شيخ الأندية يعني عنده بطولات عديدة جدا، ولكن بالتحديد والله العلم عند الله. طبعا أنا شخصيا شايفة أنه اليوم الأداء مش اللي أنا أطمح له كمنافسة على نهائيات. جميل. حسيت أنك اليوم شوي أنت كأنك تقلد أحد، مع أنك في السابق كان عندك شوية تفرد أكثر. عموما أتمنى لك التوفيق وأسمع رأي الأستاذ محمد. أخوي أحمد صراحة أنا أعذرك، البداية كانت غير موفقة لأنه ما أدري كيف راح تبدأ بتعليق على صور أشخاص، هذا حظك، شو نسوي عاد يعني؟ الدنيا كذا. والهدف الأول اللي أنت شفته كان هدف إعادة، فبرضو ما كنت في الجو، ولكنك ما لبثت رجعت مرة أخرى إلى مودك، إلى مود أحمد القرني. يعطيك العافية، وإذا حصل لا سمح الله أنك ما تأهلت للمرحلة المقبلة، فمو بسبب أنك أنت إنسان ما أنت متميز، ولكن ربما لأن الآخرين كانوا أكثر تميزا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. على وجه العموم أدائك اليوم ليس بالمستوى الذي كنا نأمل حبيبي، أتمنى إن شاء الله أنك تواصل معنا حتى نهاية الحلقة. أحمد، ما هي المهارات اللي ترى أنه يجب أن تتوقف عندها قدرة المعلق الرياضي؟ والله هناك مهارات كثيرة وعديدة، لعل من أهمها يعني الـ الـ الإنصاف بين جميع الفرق، أيضا ما يكون في يعني تميز لنادي معين أو منتخب معين، وأن ترضى يعني سواء كان الفريق اللي مقابلك هو الأفضل، والشيء الثاني برضو أنه تكون عندك نغمة خاصة أو شيء. هذه وجهة. طيب خليني أختلف معك، أنا سألتك عن المهارات اللي يجب أن تتوقف عندها، وأنا أرى أنه ليس هناك مهارات يجب أن تتوقف عندها، لأنه التميز دائما ليس له حدود. عندما تكون مذيع متمكن تستطيع أن تؤدي بهذا الشكل، ولكن حين تتسابق المحطات على الأكثر تميزا يكون المشاهد دائما على استعداد للتغيير من قناة إلى أخرى، رغم أنها نفس المباراة، لكن حتى يستمع إلى مذيع متميز عن المذيع الآخر. صحيح. صحيح. الآن أنت في مرحلة التقييم من أجل التميز. صحيح. أتمنى إن شاء الله نحن نشوفك في نهاية الحلقة. الله يعطيك العافية. شكرا أحمد، أتمنى لك التوفيق. الله يعطيك. التالي المتسابق فهد الحارثي. حياك الله يا فهد. الله يحييك ويبقيك. ترى متغير علينا الليلة. شخص ما شاء الله. طيب أتمنى هذه التشخيصة تأثر عليك بشكل إيجابي. المباراة التالية ما بين فريقي القادسية والوحدة، شوف المباراة وأعطينا تعليق يليق بمستوى المنافسة. إن شاء الله. إذن كرة في نصف الملعب منقولة، إذن كرة موجودة إلى منطقة الجزاء، والخطأ في هذه اللقطة وضربة جزاء حاضرة يحتسبها حكم المباراة، إذن بالفعل يحتسبها حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت، إذن هنا حكم المباراة يحتسب ركلة الجزاء. وكما قال البلجيكي ديمتري، الأخطاء جزء من متعة كرة، الأخطاء جزء من متعة كرة القدم، والأخطاء نفسها هي من تفسد متعة كرة القدم. إذن هنا خطأ وضربة الجزاء واضحة، التدخل كان عنيف في اللقطة الماضية، إذن حذاري من الأخطاء في منطقة 18. وهنا كما تشاهدون أعزائنا مشاهدين خطأ واضح في هذه المنطقة، وحذاري من هذه الكرة. خطيرة الكرة الماضية والتدخل على الأقدام. إذن هنا كرة ما زالت موجودة، بطولة الاتحاد الآسيوي، إذن ركلة الجزاء موجودة، وهنا أيضا الكرة لا زالت موجودة. فريق الوحدة ينتظر أن يعلن أولى الأهداف في هذه المباراة. إذن ضربة جزاء والإصابة واضحة، وهنا نواف الخالدي الكويتي الممثل الأول في حراسة المنتخب الكويتي، ضربة جزاء وحكم المباراة يوجه اللاعبين على أن يبتعدوا من منطقة 18. إذن هنا نواف، وهنا أيضا لاعب الوحدة، نواف ولاعب الوحدة، وربما الهدف الأول. الله غاب، وفي غيبته يجلب لنا واقع تعيس، وفي حضوره يبتعد عنا الملل. إذن أولى الأهداف في هذه المباراة، وسجود الشكر حاضرا في هذه الأوقات. يا سلام. شكرا يا فهد، تفضل.
طيب يا فهد، عندي لك سؤال. أحيانا تقع إصابات في الملعب، أحيانا تقع إصابات خطيرة جدا للعيبة، يظهر على ملامحهم الألم، وأحيانا قد تكون ممكن ينتج عنها إغماء أو ما إلى ذلك، يعني إصابات خطيرة. أنت تعلم بأنك لابد أن تنقل الواقع للسادة المشاهدين، ولكن من بين المشاهدين هي قد تكون أسرة أو أطفال هذا اللاعب المصاب. كيف يمكن أن تصف هذا الحدث؟ لاعب سقط على أرضية الملعب في التدخل الخطير من قبل زميله في أرضية الملعب، قايم بالسلامة إن شاء الله، الكادر الطبي يتدخل، الأسعاف في هذه اللحظات لابد أن يكون متواجدا، وبالفعل الآن في هذه اللحظات يتواجد، وتبدو على ملامح زملائه الارتياح في اللقطة الماضية. إن شاء الله قايم بالسلامة إن شاء الله، ولا نفقد أي لاعب من لاعبينا، لأنها رياضة تنمي المهارة قبل كل جميل. شيء، وهو للاستمتاع، وهي رياضة قبل طيب. أن تكون غاية. شكرا يا فهد. أستاذ هنا، أعطيك العافية فهد. أنا من البداية شايفة أنك معلق رياضي متميز، لديك شخصية مستقلة لا تشبه أحد. أتمنى إن شاء الله أنك تحافظ على هذا التميز، وأتمنى لك فعلا أنك تقدر تنافس على لقب نجم الإعلام. بالتوفيق. أستاذ جاسم، خلينا نسألك سؤال في الثقافة العامة بشكل سريع لو سمحت. لو ارتدت كرة القدم، لو ارتدت ركلة الجزاء من حارس المرمى ثم سجلت من لاعب آخر، هل تعتبر جول، حالة تسلل أو هدف؟ جول. بارك الله فيك، شكرا. أخوي فهد، كنا نتمنى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة، أنا أشك أن تكون كذلك. لو سمعت التعليق اللي أنت قلته هتلاقي نفسك قلت كلمة إذن أكثر من تعليقك على المباراة. شكرا جزيلا. عفوا، ممكن مداخلة بسيطة؟ على السريع يا فهد، تفضل. والله المباراة مو واضح فيها أي لوجو، أنا ما أبرر لنفسي، للفريقين جدا أنا بصراحة ما عرفت أفرق لا بين هذا ولا بين هذا، لكن شوف احنا عرفنا لي. انك متميز، لذلك شددنا عليك الاختبار. يعطيك العافية فهد. شكرا. توفيق. التالي المتسابق سالم الوادعي. الله سالم. جاهز يا سالم؟ جاهز. حضر كويس المباراة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في لقاء الهلال والسد في دوري أبطال آسيا. سقوط لياسر القحطاني في منطقة 18 وركلة جزاء، ركلة جزاء للهلال. الله الله الله، أجمل بداية، أروع بداية للهلال. ياسر القحطاني يسقط في منطقة الجزاء، ومعها تأتي مجازات فريق السد بهذه الركلة. لاحظ ردة الفعل من المدرب السداوي، ما أجمل هذه الأجواء في ملعب الملك فهد هنا في الرياض. لاحظ الاحتجاجات الكبيرة، لكن لاحظ معي وتابع عزيزي المشاهد هذه العرضية الرائعة، ثم لاحظ التدخل القوي من مدافع السد الذي ارتكب هفوة مع ياسر القحطاني، ربما يسجل. لعبة جميلة، جول. الله 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 يا زعيم. الهلال مع سامي مختلف، الهلال مع سامي يسمو ويرتقي للعلالي. الله الله يا هلال، العودة ستكون من جديد، المطلب هو كأس آسيا، لا مجال للنقاش في ذلك. مع سامي الأمور مختلفة، الهلال في المقدمة والصدارة دوما للزعيم. مرحبا أخوي سالم. طبعا في الثقافة العامة، طبعا في المجال الرياضي نفسه، تفضل. من كم فريق يتكون الدوري الممتاز، أو بما أطلق عليه حاليا دوري عبد اللطيف جميل؟ 14 نادي. لماذا لا يصبح 16 فريق؟ والله هذا راجع للاتحاد السعودي، لكن الموجود الحين وفي 14 نادي
ولو رأى الاتحاد السعودي مثلا انه يرفع عدد الفرق المشاركة سيكون بالتصويت اتوقع فيه بالتصويت. اي نعم. ولكن نظام الاتحاد الاسيوي يقر على ماذا؟ الاتحاد الاسيوي لانه قسم الدوريات الى فئات الف وباء فهو يطالب ب 16، لكن الاتحاد السعودي ربما يرى مصلحة الكرة السعودية ان تبقى 14 نادي. بارك الله فيك، شكرا. اسمع رايك دكتور. والله ابدا حضورك كان جيد، اداءك كان جيد. أنا صراحة كنت أتمنى أن يكون أفضل، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن جيدا. أستاذ محمد. والله يا سالم ما شاء الله عليكم تفاجئوني بثقافتكم الرياضية. الأستاذ جاسم بحكم خبرته الرياضية سألكم أسئلة دقيقة جدا وأسئلة بالتفصيل، لا يستطيع أي أحد حتى لو كان يعمل في المجال الرياضي أن يجيب عليها بسهولة. صراحة احنا قللنا من قيمتكم عندما توقعنا أنكم مجرد أصوات وصراخ، ولكنكم أيضا ناس مثقفين. بعد هذه الإجابة درجتك ارتفعت عندي. سالم أنت متميز جدا للأمانة، أداءك وصوتك وعباراتك وكذلك ثقافتك العالية، أهنيك وأتمنى أنك تنافس بالتوفيق. الأداء قد يكون قل شوي سالم، لكن هذا لا يمنع من إمكانية انتقالك للمرحلة الختامية. إمكانية مشكور. التالي المتسابق وليد فلاته. اهلا وسهلا يا وليد، ان شاء الله تكون جاهز للمنافسة. ان شاء الله. احنا ما نبغى نسألك انت جاهز للتقديم ولا لا، نبغى نسألك انت جاهز للمنافسة ولا لا. ان شاء الله. تفضل على طول، يلا انت على الهواء. إذن أيها الإخوة الرياضيون في كل مكان، الكرة الآن في المنتصف تتلعب للأمام، ممكن سحر الهمسة، سحر اللمسة، سحر الغمزة. يسجلون الهدف الأول والسد الآن يتقدم، يسجلون أولى الأهداف وقد تكون الأفضلية الكروية. شوف الإعادة، شوف الريبلاي، تقدم وضعها بيساره على يسار حارس المرمى. شكرا، ممتاز، يعطيك العافية، تفضل. أخوي وليد، الأستاذ محمد الطميحي سيبدأ بسؤال له علاقة بالثقافة وبعد كذا نستمع إليك. طبعا المسألة ما هي مسألة ثقافة بس، المسألة مسألة سرعة بديهة وتدارك للمواقف. أنت معلق على مباراة وأنت المعلق الوحيد في هذه المباراة، ولسبب ما كنت مضطرا إلى مغادرة مكان التعليق وترك المشاهدين مع المباراة، فماذا ستقول وماذا ستفعل؟ أقطع الصورة وخلاص. تقطع الصورة كيف يعني؟ يعني مثلا أعلق وفجأة أسكت. تسكت كذا؟ أيوه. يعني مثلا بسم الله الكورة الآن تعود و... طيب أنا لو كنت مكانك راح أقول صراحة المباراة جميلة جدا لدرجة أنه ما أحتاج أتكلم، أترككم مع هذه المباراة المتميزة ومع هتافات الجماهير، إيش رأيك؟ طيب. جميلة، بس إذا كان مثلاً على نهاية المباراة بتبقى لها قليل. طيب أوكي. شكراً يا وليد، كان هذا سؤالي وهذا تعليق على ذاك. طيب. أنا رأيي الشخصي إذا كان من حيث التقييم أداءك جيد لكنه لا يرتقي إلى مستوى المنافسة. وليد عندك تطويل شوي في بعض اللزمات زيادة عن اللزوم. جميل أن يكون المعلق الرياضي له لزمات يتميز فيها عن غيره من المعلقين، والأجمل أن تكون هذه اللزمة أيضا لا تحتاج نوع من المبالغة والتضخيم أو التمديد التمطيط تمطط فيها زي المسلسلات اللي لا تتحمل أكثر من 15 حلقة ثم فجأة تصير 30 حلقة، مع الاحترام والتقدير لبعض الناس. أتمنى إن شاء الله توصل للنهاية. يعطيك العافية.
وليد اليوم كان الأداء يعني في انفعال شوية، يعني باختصار أنا حسيت أنك اليوم قاعد تصارخ أكثر من أنك تعلق، وهذا الشيء كان قبل لا كنت منتبه، يعني أدائك السابق كنت فعلا تعطي تعليق، اليوم حسيت يمكن هو من المبالغة شوية أو هو من القلق أو الاندفاع شوي، مفروض أنك اليوم حسيتك أنك اليوم أنت قاعد صارخ أكثر. سؤال اللي سألك يا الأستاذ محمد، ما في حاجة يعني أنك مفروض أنك تسكت وبس، مستحيل أنك تسكت وبس، مهما كان الحماس ومهما كان الحدث ومهما كان الشيء اللي أمامك، أنت معلق أو مذيع أو مقدم يفترض تماما أنك تبرر، لأنك أنت المسؤول أمام الجمهور وأنت من تحاسب أمام الجمهور. أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. عندي مشاركه بسيطه. ايه تفضل. عندي حاجه بسيطه. سلام الروحي والعمري، سلام الوردي والزهري، سلام من اجنتنا وسهلا من شذا العطري. وعندي برضو يعني اغنيه بسيطه كده سويتها لاسم الله، اسم الله البرنامج، لانه يعني هو الان احنا لازم نسمع منك مهارات اخرى لانه الوضع واضح. تفضل. نجم الإعلام حب وسلام محبة ووئام وأحلى كلام. شكرا العافية. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لك. سهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا من بعد الفاصل للجزء الأهم في حلقة اليوم من برنامج نجم الإعلام. عشرة متسابقين تنافسوا في المرحلة النصف النهائية أملا في التأهل للمرحلة النهائية، والأمل راح يكون مربوط بس بأربعة أشخاص، والقرار كان بيد لجنة الحكم. لجنة التحكيم قررت أسماء المتأهلين بانتظار تكون معانا على المسرح. خلينا في البداية نرحب بالعشر متسابقين اللي شاركوا معنا في الحلقة، يتفضلون إلى مسرح نجم الإعلام. نجوم المستقبل يا مجاهد موجودين الآن على المسرح، وأربع أسامي بس راح تتجه إلى الحلقة النهائية من الموسم الثاني. ومن هنا مهند من على مسرح نجم الإعلام يتشكل الجيل الجديد في الإعلام السعودي. بالفعل مجاهد، مثل ما قلنا اللجنة اتخذت القرار، فقط أربعة متسابقين راح يتأهلوا معنا للمرحلة النهائية. نطلب من بسام يتفضل إلى المسرح ويسلمنا أسماء المتأهلين. وصلت أسماء المتأهلين، أربعة أسماء راح تتجه إلى المرحلة النهائية عشان يرافقوا الخمسة اللي وصلوا في حلقة الأسبوع اللي فات، ويصير العدد تسعة متسابقين. أكيد مهند، ونعيد ونكرر أن وصولكم لهالمرحلة بحد ذاته يدل أنكم نجوم. بالفعل مجاهد، أنا راح أبدأ أعلن الاسم الأول اللي عندي. المتأهل الأول إلى الحلقة النهائية في الموسم الثاني من برنامج نجم الإعلام، بدر الخلاوي. الاسم الثاني، المتسابق اللي تأهل معنا للمرحلة النهائية، قدم أداء وأقنع لجنة التحكيم، المتسابق سالم الوادعي. أما المتأهل الثالث، بذل الكثير خلال مشوارها الشهور اللي قضاها في البرنامج حتى تمكن انه يوصل لمرحلة نصف النهائي، وكمان تمكن من اقناع لجنة الحكم باستحقاقية وصوله الى الحلقة النهائية من هالموسم. المتأهل الثالث الى نهائي الموسم الثاني من نجم الاعلام، عبد المجيد بانيف.
اسم أخير يا مجاهد. الاسم الأخير واللي تأهل للمرحلة النهائية واللي أجمعت لجنة التحكيم أنه تأهله معانا، طبعا الأعصاب مشدودة والكل مهند انتظار الاسم. أنا بانتظار الاسم. اسم المتأهل محمد العمري. ألف ألف مبروك للفائزين وحظ أوفر لمن لم يحالف الحظ معنا في مرحلة وحلقة اليوم. كل الشكر لأعضاء لجنة التحكيم اللي رافقونا طيلة مراحل البرنامج. كل الشكر لكم أنتم أيضا جمهورنا في مسرح نجم الإعلام ومن خلف الشاشات. نلتقيكم في الأسبوع المقبل في موعد جديد للمرحلة النصف النهائية. في أمان الله.